بكم البنات، لاباس عليكم؟ بخير هانيين. كنتمنى يا ربي الفيديو هذا يلقاكم في افضل الاحوال، نتوما احبابكم وعائلتكم وكاع الناس اللي كتبغيو. كيف كتشوفوا في بدايه هذا الفيديو، يعني هو عباره عن مجموعه من الاكسسوارات ديال شركه اكابيجو الغنيه عن التعريف. الناس كاملين كيعرفوها، خصوصا في هاد الاواخر تعرفت بالجوده ديالها. وصراحه يعني انا من بين الناس اللي كانت كتعجبني في الاول من 2012 وانا كتعجبني، حيت ديجا تعاملت معاهم وما كنتش مقيده معاهم وخديت من عندهم شي حويجات ومازالين عندي. وهذا علاش كنشكره، وهذا تاني فيديو غادي ندير عليه في القناه ديالي. كيف كتشوفوا البنات، بزاف ديال الاشكال واشكال وانواع عفوا كاين البلدي وكاين العصري فيها، هاد اللي بغيتو غادي تلقاوهم. هاد الشكيلات كيف كتشوفوا عندهم واحد الميزه، هي ان هما ما كيبيضوش، هما يعني بلاكيور ديال فرنسا ومغلف بالذهب ديال المغرب، مغلف بالذهب ماشي مشلل، مغلف بالذهب وزوين بزاف البنات والله العظيم. هاد الشركة عندها بزاف ديال الحويجات، فيها سيكا، فيها لي بيجو، فيها ماكياج، فيها بزاف يعني كل شيء. لي برودوي ديالها والمنتوجات ديالها بصفة عامة كاليتي صراحة. وكيف كتشوفوا مؤخرا في هاد الفيلم ديال سلامة ابو البنات، فالممثلة القديرة السعدية لديبة، انا ما اظن سميتها، كدير من عند اكابيجو، كلشي كتستعملو من عند اكابيجو، سيكان، لي برودوي ديال التجميل، لي بيجو ديال اكابيجو. كيف كتشوفو بزاف د الممثلات في سلامة ابو البنات، وحتى الفيلم ديال بنات العساس حتى هو ياست كياخدو من اكابيجو، ودنيا باطمة. المهم بزاف د الممثلين والممثلات والمشاهير والمؤثرين اللي كياخدو من اكابيجو. هادشي علاش كياخدو من اكابيجو، حيت معروفة بالكاليتي والجودة ديالها. فما احنا ماشي ديما داكشي اللي كنشوفو كنقولو راه كلشي ذهب، لا، فبالتالي راه كاينة شي حاجة بديلة للذهب، بديل للذهب وما ندموش عليها. دابا البنات مشات هذوك البقيته ديال كملنا نقولوا لا راه نخزنوا فلوسنا في الذهب، ما كاينش داك خزني فلوسك في الذهب، الذهب مره طالع مره نازل، بخصوص الا خدينا شي موديلات فيهم الحجر ما كتخزنيش فلوس فيهم، كطيح الثمن، فبالتالي وما بقيناش كنقدروا ناخذوا الذهب، حيت اصلا الذهب ولا غالي، ولا غالي وفاش كتاخديه كتخزنيه حقا، ما نبقاش نديرو ديما غادي يخسر، ماشي غيخسر زعما، راه غادي كيحيد داك اللمعان ديالو بالشقا، وهادي وهادي نخاف نخرج له على برا دايره الذهب يشفروه ليا. ما وريتهم لك البديل، ها البديل البنات، وما غاديش نشرح حتى هما. شوفوا هاد الحويلات هما غزالين كيجيو البنات، ولا بغيتو تاخدو وتسجلو معنا مرحبا، خلو ليا كومونتير كيف كتشوفوا. الا بغيتو تسجلوا البنات نقول لكم واحد المعلومه، انكم الا بغيتو تسجلوا معنا فكتاخذوا تخفيض ديال 30%، يعني كتستافدوا من 30% تخفيض وكتسجلوا فابور بلا ريال بلا نص، وكيوصل لكم حتى لعندكم المنتوج حتى للدار لما كنتوش بغيتو يعني تمشيو تجيبوه. بزاف هاد اكابيجو كتفتح لكم بزاف ديال المجال ديال يعني بيبان الربح. كيف قلت لكم الا بغيتو تسجلوا تقداو غير راسكم كيف بحالي انا في الاول، يعني انا تقديت غير راسي، وحاليا صراحه انا تسجلت علاش باش نستافد انا من هذاك التخفيض ديال 30%، وتقديت راسي خديت شامبوان واعر البنات، واعر غندير لكم من بعد فيديو ان شاء الله عليه، وداكشي لاكام ديال الشعر اللي عنده تساقط الشعر، اللي عنده الشعر ديالو ناشف، اللي عنده كاين ديال الكيراتين، كاين اللي عنده مشكل تصبغات في البشره، الكلف، الناس اللي عندهم لي فاغيس بزاف. المهم هذاك موضوع اخر، دابا خلينا في لي بيجو. فالمجوهرات ديال اكابيجو البنات ما كيبيضوش، ما كيبيضوش، ما كيبيضوش، كنقولها وكناكد عليها، ولا قال لكم شي حد العكس جيبو عندنا. نخليكم البنات مع هذا الفيديو، كنتمنى يعجبكم الموديلات، وكنتمنى نكون قربت لكم، حاولت نقرب لكم جميع الموديلات اللي عندنا. واللي بغى شي استفسار او شي معلومه مرحبا يخلي ليا كومونتير اسفل الفيديو وغادي نجاوبو في الحين. كنشكركم بزاف، وكنشكر كاع الناس اللي كتفاعل مع الفيديوهات ديالي، وكنعتذر على الغياب نظرا لواحد شي ظروف غنقولها لكم ان شاء الله. وكنبغيكم بزاف، وكنقول لكم رمضان مبارك سعيد، وكل عام وانتم بالف الف الف خير. مع السلامه. Thank you.
هاد لي زاكسسوار اللي عندي. ها هي البنات الريحه، ها هي جيت غادي نعمرهم بالريحه، نعمرهم بالريحه. والله العظيم يا البنات غير ما كيتهضم، غير ما كيزيد الماء، غير ما كيزيد الماء. شوف شوفوا يا البنات، ها شوف شوفوا، thank you.